من ظهران معي دكتور ريما الحايك اخصائيه اورام اطفال. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتوره ريم. اذا واحد من كل 12 بالغا عولجوا من السرطان يعانون ارتفاع ضغط الدم، قد يعانون ارتفاع ضغط الدم، فقط من عولج في مرحله الطفوله ام هذا ينطبق على حالات اخرى؟ مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. هي طبعا انت بالنسبه لسنجود في امريكا هذا مرجع بالنسبه لنا احنا كاستشاريين اطفال اورام اطفال، ودراساته دائما معتمده، لكن هنا نتكلم عن دراسه واحده وفيها لابد لا يكون فيها اخطاء او فيها تصحيحات يجب ان يكون خلال الدراسات القادمه ان شاء الله. ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون عند البالغين مع ازدياد العمر، وأيضا لا نعلم في الدراسة هذه هل هو ارتفاع ضغط الدم بسبب ازدياد العمر أو بسبب العلاجات اللي اتخذوها الأطفال خلال معالجاتهم للأورام أورام الأطفال. نحن نعلم أن هناك أدوية تعالج سرطان الأطفال بشكل جيد جدا، ونتائج العلاجات السنين الأخيرة العشر سنين الأخيرة كانت ممتازة وتفوقت على ما سبقتها من علاجات، ولذلك نرى نسب شفاء عالية جدا عند الأطفال الآن لبعض الأورام وخاصة أورام اللوكيميا وأورام الدم. وهذا طبعا يعطينا فرصة أن ندرس مضاعفات الأدوية في مستقبل الأطفال وفي عمرهم لما يصيروا بالغين. نعلم أيضا أن بعض الأدوية لها مضاعفات كثيرة خلال العلاج وتذهب حادة وتذهب، ومنها من يكون مضاعفات مزمنة إذا اجتزنا حد معين أو نسبة قصوى من الدواء، ولكن نتعلم مع العلاجات الجديدة ونطور مع العلاجات الجديدة معلوماتنا عن نسب الأدوية وعن تحمل المرضى اللي يعني يختلف من مريض إلى مريض، وهذه كلها نعم صحيح دورة التغيير والتعلم. لكن صحيح أن العلاجات التي هي تصيب القلب أو لها أثر على القلب والإشعة، العلاج بالإشعاع الموجه على القلب ممكن يؤثر على عضلة القلب، ولما تتأثر بسبب العلاج الكيماوي. يعني عندما نقول بأنه دائما نتحدث يعني عن موضوع المصابين بالسرطان نربط الموضوع بأمراض القلب، فقط لهذا السبب موضوع بسبب العلاج الكيماوي؟ لا عزيزتي، خليني أوضح لك أنه أمراض القلب تصيب الإنسان ومع تقدم السن تزيد، وارتفاع ضغط الدم معروف أنه مرض يزيد مع ارتفاع مع زيادة السن، لكن في فعلا نعلم أنه في أدوية لا أثر على القلب، ولكن إذا اجتزنا حد معين وتنتبه العلاجات وبرامج العلاجية أنه لا نستهج هذا الحد المعين ونعمل اعتبار كبير لتحمل المريض لأنه يختلف من مريض لمريض. لكن صحيح كل الأدوية لها آثار جانبية، منها تكون حادة وتنتهي مع العلاج، ومنها أحيانا إذا كان المريض ضعيف أصلا لا يتحمل الكثير منها ممكن أنها تبقى معه وتبان وتزيد مع الوقت ومع التقدم في السن. وطبعا أي شيء يصيب عضلة القلب ممكن ينتج عنه طبعا ارتفاع ضغط الدم وخلل في نشاط القلب. شكرا. طبعا هذه كلها حتيجي مع البحوث القادمة إن شاء الله، حنتفادى أكيد الأخطاء ونسق المعلومات نستخدم التكنولوجيا الجديدة، ومنها تنتج أكيد ميجرز يعني مقومات لمقاومة كل المضاعفات بشكل أفضل في المستقبل، ونحن نعمل كثير على هذا الموضوع ونرى إن شاء الله نتائج أفضل وأفضل. شكرا من ظهران دكتورة ريما الحايك أخصائية أورام أطفال.